بمناسبة ذكرى عيد الشباب والتراث الملك والشعب، الصربات اللي مشاركين هما 14 صربة، والحمد لله راه تزادت وحده دابا ولات 15 صربة. جمعيات الفرس الذهبية هي اللي منظمة مدور زمران، وفيهم صربة ديال السلطان ديال محمدية المنصور اللي مدور الحركات، وكاينه وحده ديال بلام اللي هي مدور زمران، وكاين تمصلوح، كاين دوار العسكر، كاين سعاده. كيعطانا الترخيص هو الاستاذه فاطمه الزهراء منصوري، هي اللي فرطنا هذه الارض ديال المحرك، ويعني وكان بمسانده وبمشاركه مع جميع شي بعد الجماعات اللي هي المجاوره، اللي هي يعني ساهمت معنا بالسهريج ديال الماء، وساهموا معنا بجماعه السلطان بالخيام وبالرايات وبالسهريج ديال الماء وبالشاحنه ديال الكهرباء. اولا تشكروا السيده الاستاذه فاطمه الزهراء منصوري، وتشكروا السيد الوالي على الدعم ديال السلطه المحليه، والسيد الباشا، السيد قائد الملحقه الشريفيه، والسيد قائد الملحقه ديال السلطان، اللي هما كانوا الحمد لله راه واقفين معنا اليوم برجليهم. نشكروا الوقايه المدنيه، القوات المساعده، الدرك الملكي، الناس ديال الصحه، الناس ديال الهلال الاحمر، الناس ديال الاعلام، لانهما راه يعني مشقات حتى المجتمع المدني. المجتمع المدني حاليا راه الحمد لله المجتمع المدني هو اللي منظم. شكرا لكم جزيلا. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبار.